أما بعد، وصلنا لله الحمد والمنة الدرس الماضي إلى الصلاة على البيت. Questa lezione alla preghiera sul morto. الصلاة على البيت. In modalità con cui si fa la preghiera sul morto. يكبر التكبير ثم يستعيد ويبسمل يسيبتو رجع الله من الشيطان الرجيم يقول بسم الله يقرأ الفاتحة ليت سورة الفاتحة يؤمن يتنمين ويستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن آية إذا كثيرين من الكرو يجوز شوك هو القرآن مبسط وبيه ثم يكبر ويصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف التكبير؟ كيف الصلاة الإبراهيمية؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ويدعو للميت. نسيب كيف التكبير؟ إنفاقاً بالمعروف. نعم. ثم يكبر. نسيب كيف التكبير؟ ثم يسلم تسليماً أو تسليماً. كيف تسليماً أو نفاقاً. نعم.